الحال أنا ما أستحضر هذه الزيادة، فإن البول ينزل والأوضع على الواوي، أنت تروي وأنا أجيبك. ما أدري إذا كان أحد أخواننا من طلاب العلم يذكر ذلك. نعم لا 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 صار بقى هنا في رواية، الله بدنا نعرف السند صحيح ولا لا. على كل حال أنا أجيبك الآن، فإن البول ينزل أنا لا أحفظ هذه الزيادة، فإذا افترضنا صحتها فهي لا يعني تفسد التأويل الذي فسرته لك آنها، لأن المقصود فإن البول ينزل أي فإن البول قد ينزل، فيتوسوس الإنسان، فالشارع يريد من هذا الإنسان أن لا يتوسوس فينضح على ثوبه، حتى لو شعر بشيء من النزول لا يريد الشارع من هذا المسلم أن يهتم بهذا ويقطع عليه دابر الاهتمام بهذا النضح الذي هو تعليل للرطوبة التي قد يشعر بها، فحينئذ يقطع بذلك الدابر الوسوسة. مع ذلك فأنا أريد من إخواننا إذا ما رجعنا إلى عمان إن شاء الله أن يذكروننا بمراجعة هذا الحديث، وهل فيه فإنه فإن البول ينزل. أنا في علمي لا أعلم هذا، شو رأيك أنت مرضكم ولا إيه؟ ما أحد من إخواننا غدا من طلابنا الأقوياء يعني ما يذكرون مثل شيخهم المزعوم، ما يذكرون هذه الزيادة. أن ينضح لباسه قبل قليل، اللي في النص أن ينضح فرجه، فهل يعني المقصود هنا اللي يعني فرجه هنا يعني على أساس للمجاورة يعني طبعا كانوا كذلك، لأنه نضح الفرج بالأصل مبلول نعم مستمرة نعم تفضل، لكن هو المقصود ما قارب من المجاورة. نعم.